عايزه تلبسي فستان مبين دراعاتك ورجليكي وتقولي يبهدلوني ليه؟ طب انا البس اللي يعجبني وهم بقى اللي ما يبصوش. انا ولد اعمل اللي اعمله، انما انت بنت وما ينفعش تعملي كده. اكسري للبت ضلعي يطلع لها 24. فين يا ماما؟ مالك اتحولتي كده ليه؟ مين اللي ورا الكلام الفارغ ده يا سماح؟ كنت عايزه اثبت لهم ان انا اقدر اعمل اي حاجه من وراهم. قال يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. يا حسن ايه اللي معاك هنا؟ ايه قومي بس. اكتشفت النهارده ان الازمه مش في اللبس، الازمه في العقول، واحنا اللي بنديهم الحبل عشان يخنقونا بيه.